منورنا واهلا بيك معنا. اهلا يا فندم. خلينا نبتدي جولتنا الاخباريه بمشاركه السيده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السبت في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم الرئيس بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنيا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي. كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ كوب 28. أستاذ عبد المعطي، خليني أتكلم على العلاقات المصرية الإماراتية. رغم الشائعات الكتيرة لكن بعد كل الكلام اللي بيطلع، بعد كل المشاهد اللي بنشوفها، وبعدين فجأة لقطة بتطلع على الشاشة بتغير كل اللي بيتقال. بيقعدوا حضرتك بقى في الهيئة العامة للاستعلامات، اكيد نعم. بتشوف اللي بيتقال واللي بيتعمل صحيح. لقطة واحدة على التلفزيون تلاقي السيد الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد ماشيين وماسكين ايديهم في ايدين بعض والابتسامة على وجوههم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ الناس بقى اللي بتقعد تتكلم دي، هذه العلاقات كيف نستطيع أن نبني عليها بقية العلاقات ما بين الدول العربية رغم ما يقال، حتى عشان الناس تبقى فاهمة مش كل ما يتقالها حاجة تصدقها؟ عايز أقول لحضرتك أنه العلاقات المصرية الإماراتية بتقوم على أمور وأسس يعني واقعية لا علاقة لها بالأقاويل من فترة لأخرى. العلاقات متعددة الجوانب، الجوانب الأساسية فيها هي رؤية استراتيجية للدولتين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية في كل من مصر والإمارات، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، هناك تطابق بين مصر والإمارات في ما يتعلق بقضايا المنطقة. ويعني نحن تعودنا البعض خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وما يتردد من وقت لآخر، هذا الأمر موجود في كل وقت وإزاء العلاقات مع كل دولة. ولكن أنا عايز أقول نقطة في هذه الفترة التي نعيشها، وبالذات في السنوات الأخيرة السبع ثمان سنوات الأخيرة، سياسة مصر الخارجية أقامت علاقات جيدة ووطيدة غير مسبوقة في كل محاور علاقات مصر الخارجية. يعني عايز أقول لحضرتك لأول مرة تكون علاقتنا مع 21 دولة عربية علاقات ممتازة لا تشوبها شائبة، ليس فقط مع الإمارات وليس فقط مع السعودية وليس فقط مع البحرين، ولكن مع جميع الدول العربية. الملاحظة الثانية هي على النطاق الأوسع، مصر الآن باستثناء موقفنا من دولة الاحتلال وباستثناء خلافاتنا على حقنا في مياه النيل مع إثيوبيا، مصر لا توجد لها أي مشكلة في السياسة الخارجية مع أي دولة من دول العالم. بالعكس، بنرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل نوع من الزيارات غير المسبوقة لمعظم الدول الأفريقية، 35 دولة زيارة أفريقية قام بها الرئيس للدول الأفريقية غير العربية، دول شرق أوروبا، دول آسيا الوسطى، يعني ده علاقتنا بالصين وروسيا واليابان والهند، ومع دول علاقتنا بأوروبا وبالغرب، علاقتنا بأمريكا اللاتينية، ده أذربيجان وفيتنام. نعم يعني نعم. كمان خد دول تانية. فعايز أقول استطاعت سياسة مصر الخارجية من خلال بالأساس الدبلوماسية الرئاسية أن تقيم علاقات وطيدة تحقق مصالح مصر في التنمية. أستاذ عبد المعطي، عايز أقف عند غير أنها علاقات وطيدة، في نقطة في غاية الأهمية في علاقات مصر الخارجية تحديدا، وهي علاقات متوازنة. وعشان تحافظ على هذا التوازن شيء صعب جدا، لأنه شيء طبيعي ما بين الدول بيبقى فيه استقطاب من ناحية لناحية، أو في خلافات من ناحية لناحية، لكن ان انت تحافظ على التوازن ما بين الجميع ده شيء مش سهل برضه. الحقيقه ملاحظه مهمه جدا، ان احنا علاقتنا مع الدول حتى اللي في عداء مع بعضها البعض او في تنافس مع بعضها البعض، علاقتنا بروسيا ممتازه زي علاقتنا ايضا القويه مع الغرب والولايات المتحده، علاقتنا مع الصين نفس الامر لا تتعارض مع علاقتنا. ولكن عايز اضيف لحضرتك على كلمه التوازن، النديه
نحن نتعامل مع جميع دول العالم بندية، نحن دولة قوية ودولة مهمة، وأثبتت الأحداث الأخيرة أننا واحدة من أهم دول العالم، وليس فقط أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط. العالم، زعماء العالم يتقاطرون على مصر، والاتصالات لا تتوقف على رئيس مصر من أجل الاستفادة بمكانة مصر ودورها ووزنها وحكمة قيادتها في مواجهة المشكلات التي تعصف ليس فقط بالمنطقة ولكن بالعالم كله. نعم.